وبشأن تطورات الوضع الأمني في كركوك ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، مرحبا بكم. يعني القوات الحكومية والحشد تعتقل مواطنين وتجرف منازلهم في منطقة السعدونية على خلفية هجوم الحويجة، كيف تعلقون على هذه الإجراءات دكتور؟ تحية لك أخي الكريم. أهلا بك سيدي. حقيقة هذه التصرفات والانتهاكات والأمور غير المسؤولة التي تتصرف بها القوات الحكومية هي استمرت هذه الانتهاكات. مع الأسف لم تكن هذه الحادثة الأولى، سبقتها حوادث كثيرة من هذا النوع التي هي عبارة عن تحشيد طائفي بخلفيات انتقامية. لم تترك الحكومة فرصة أو مناسبة إلا واستغلتها في سبيل تأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وبالنتيجة للنيل من العرب السنة تحديدا هنا، لأنهم هم المستهدفون وهم الذين يراد النيل من كرامتهم وأوضاعهم. دكتور أيمن، العبادي قال إنه سيفتح تحقيق وأيضا بالمسؤول عن إرسال قوات إلى الحويجة، وقال إنه لم يرسل قوات أصلا إلى هناك، لكن على أي أساس بنت الميليشيات ادعاءاتها وقامت باعتقال مواطنين؟ أخي، الميليشيات هي أصلا لا أساس لها، الميليشيات قوات غير منضبطة، الميليشيات لا تحكم بقانون ولا يحكمها قانون، وحتى مع الأسف الشديد حتى القوات الحكومية غير معترفة بالقانون الدولي بشأن حقوق الإنسان، وبالتالي الأمور منفلتة، الأمور سائبة، لا يمكن أن تنضبط بقانون معين، لأن هذا هذه الفوضى هي فوضى مفتعلة يراد استمرارها، يراد خلق الأزمات، الأزمة بعد الأزمة، وشرعنة حقيقة هذه الأزمات لشرعنة وجود مثل هذه القوات. دكتور، مع وجود مجموعات مسلحة وأيضا هم يمتلكون أسلحة متنوعة بين ربما الخفيف والمتوسط وحتى الثقيل، إلى أين سيقود بالبلاد دكتور أيمن؟ هذه فوضى السلاح أخي الكريم، حتى إلى حد الدبابات الأمريكية التي صارت تستحوذ عليها الميليشيات بعلم الولايات المتحدة وبعلم الحكومة في بغداد ورعايتها، كل هذا طبعا يصب إلى إفشاء الوضع، عدم الاستقرار وغياب الأمن وسطوة الميليشيات وهيمنتها على الساحة العسكرية والساحة السياسية. وبالنتيجة هنا أخي تصريحات غير مسؤولة، تصريحات تنم عن حقد طائفي تصدر من هذا الشيخ المسؤول أو ذاك أو هذا زعيم الميليشيات أو ذاك، والحكومة تدعم هذا الوضع و تبرر له وتسوق له وكأنها هذا هو المطلوب، والتهميش وسياسة الإقصاء هذا هو الذي يراد من كل هذا الموضوع، تفكير المكون الكبير من مكونات الشعب العراقي أنه لا مكان لكم هنا، لا يمكن أن نتشارك معكم، لا يمكن أن يكون لكم إلا نصيب الإقصاء والتهميش. من عمان الدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.